المجموعه بتاعتنا بقى الترجي، الاتحاد العاصمه ولا المولوديه، الجزائر، في فريق بقى مغمور اسمه تنجت بتروجيت، يعني حاجه زي بتروجيت كده بتاعت السنغال يعني. انت فهمت بقى دلوقتي هنتعادل، هيحصل حوار مع بتروجيت بتاع السنغال ده، يعني في كمين هيحصل ايه هو؟ وانا بقى كزملكاوي قديم بقى فبحس بالكمين بقى، يعني بيجي لي نوتيفيكيشن والله، يعني ايه احترس من فضلك النادي يرجع الى الخلف. سبحان الله النهارده كنت مسافر، ادي الشنطه ودي الكمامه، كنت مسافر ما شفتش الماتش، فدمي ما اتحرقش. ده السنس بقى يا كابتن، بقى سنس الماتشات اللي ايه هتاخده مع الوقت يعني. وما نزلت صوره الاسد سيمبا، ما نزلتها بصراحه، بس قلت هرفعها بعد الماتش ما يعني ايه. فبس ده ياخدنا لموضوع اعمق، احنا كنا بنقعد لغايه دور الاربعه ده نقابل فرق، يعني السكر الموريتاني، البن الاثيوبي، السحلب الكاميروني، الفرق دي راحت فين؟ ايه الفرق اللي احنا بنقابلها دي؟ العيال رايحه جايه رايحه جايه، يخرب بيوتكم في ايه؟ وانت يا عم ب 60 مليون